مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون. في الصحوة، نت الحوثي خدم الاحتلال بإعلانه اختطاف سفينة إسرائيلية. والدستور الأردنية تكتب عن أم الفضائح الإسرائيلية. وصحيفة الشرق تكتب عن الانتصارات الموهوم في معركة لمستشفى الشفاء. مرحبا بكم. تناول موقع العاصمة أونلاين تقريرا قال فيه إن الخبير العسكري الدكتور علي الذهب كشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي اختطفتها ميليشيا الحوثي من البحر الأحمر، زعما أن هذا تضامن مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وقال الذهب في تغريدة له على منصة إكس نقلا عن مصادر حكومية إن اختطاف الحوثيين سفينة تجارية تحمل علم البهاما وقع ظهر السبت، وأن فرق الاستطلاع حددت استقرارها بميناء الصليف. وقالت المصادر بحسب الذهب إن الاختطاف لا يمت بصلة للعدوان على غزة، بل ردا على تعميم للمنظمة البحرية الدولية بقطع التعامل مع المركز البحري لتبادل المعلومات بصنعاء. وذكر الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتادتها إلى سواحل الحديدة، وتبين عقب ذلك أن السفينة تعود لليابان. وبحسب الموقع، فقد قالت الحكومة اليابانية إنه تم الاستيلاء على سفينة الشحن التي تديرها شركة نيبون يوسان، ولا يوجد مواطنون يابانيون بين طاقمها وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اليابانية الرسمية كيودو. ونقلت الوكالة اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة ماتسونو قوله إن الحكومة تدين بشدة مثل هذا العمل، وأنها تعمل مع الدولة المعنية لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها. قال موقع صحوة نت إن المحلل السياسي الفلسطيني إيهاب جبارين وصف إعلان ميليشيا الحوثي اختطاف سفينة تابعة للاحتلال الصهيوني في البحر الأحمر بأنها قدمت خدمات عديدة للاحتلال. وعدد جبارين، وهو خبير في الشأن الإسرائيلي، الخدمات التي يستغلها الاحتلال نتيجة إعلان الميليشيا، أبرزها تعزيز رواية الاحتلال الصهيوني حول حربهم الإقليمية ضد الإرهاب. وفي مداخلته على قناة الجزيرة قال جبارين أن الاحتلال استغل حادثة السفينة المختطفة للتمويه عما يرتكبه في غزة من جرائم وعما يتكبده من خسائر بشرية وفي الآليات والمعدات. وقال جبارين إن الحداثة أو أن الحادثة هذه أوجدت الاحتلال ذريعة إقليمية للغرب للتدخل العسكري المباشر، بل ودفعهم بالقوة إليها، إضافة إلى التمويه على الشارع الإسرائيلي في أن الاحتلال يخوض حربا إقليمية وليست في غزة وحدها. وقال الموقع أن موضوع السفينة أثار ردود أفعال على مواقع التواصل بين مؤيد ومنتقد، وبين من يؤكد أن ميليشيا الحوثي لا تختلف بجرائمها عن الاحتلال الصهيوني من القتل والتنكيل بالمدنيين والأطفال والنساء، وأن الصهاينة وميليشيات إيران وجهان لمشروع واحتلال واحد. من جهتها، قالت الكاتبة الروائية فكرية شحرة في تغريدة لها إن الحوثية جماعة إرهابية لا تقل إجراما عن الصهيونية، بل إنها وجه آخر لها، ولقد أذاقت اليمنيين كثيرا من الويلات والألم والخراب والشتات. ذكر موقع الجزيرة نت أن أكثر من 5500 طفل في قطاع غزة استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، في حين اعتبر 1800 طفلا في عداد المفقودين، إلى جانب آلاف الجرحى وعشرات الآلاف ممن دمرت منازلهم. وأضاف الموقع: هكذا يحل اليوم العالمي للطفل،
الذي يحتفى به بتاريخ 20 نوفمبر من كل عام على صغار غزة، وهم يبادون بين شهداء وجرحى وجوعى وعطشى ومفقودين ومعتقلين. وبحسب الموقع فقد تم توثيق 2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس، من بينهم 145 طفلا. وبقلق يقول المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين المحامي خالد قزمار للموقع إن اليوم العالمي للطفل يحل هذا العام بينما ترتكب واحدة من أبشع الجرائم، وهي الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة. ووفق بيانات أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر أبريل الماضي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، فإن فئة الأطفال تشكل 44% من إجمالي عدد السكان، 41% في الضفة الغربية، و47% في قطاع غزة، ويبلغ عددهم نحو 2,400,000 طفل. وأوضح الأخصائي الاجتماعي المقدسي محمد عبود أن الحرب ستلقي بظلالها على أطفال غزة الذين عاشوا الأحداث بشكل مختلف عن الأطفال الفلسطينيين الآخرين، قائلا إن الأطفال الذين تعرضوا بشكل مباشر للعدوان ستظهر عليهم اضطرابات ما بعد الصدمة بعد انجلاء الحرب. في صحيفة الدستور الأردنية قال الكاتب رشاد أبو داود إن 44 يوما مرت على الحرب الإسرائيلية على غزة ولم يجنوا سوى الفشل العسكري الاستخباراتي، فلا أسرى استعادوا ولا نصرا حققوا ولا على المقاومة قضوا. وقال داود إن الفشل ظهر في اليوم الأول لطوفان الأقصى حين استيقظت إسرائيل على أعنف زلزال في تاريخها. ويقول الكاتب إن إسرائيل كعادتها استلت سيف السلاح الجوي وبدأت بقصف غزة وبيوتها والمستشفيات التي كان وراءها سر الفضيحة. وأشار داود إلى أن إسرائيل اعتمدت على معلومات استخباراتية بوجود قادة المقاومة في نفق أسفل مستشفى الشفاء، ولم يجدوا لا قادة مقاومة ولا أسلحة ولا نصرا كانوا يبحثون عنه لتقديمه إلى المجتمع الإسرائيلي المتفكك المتهالك الذي تشظيه الخلافات حتى داخل مجلس الحرب الفاشل. وأما عن أم الفضائح الإسرائيلية فذهب الكاتب في مقاله إلى صحيفة هارتس والتي كشفت عن أن قتل الحفل 364 يوم 7 أكتوبر والذي روجت له إسرائيل وأمريكا على أنه من فعل رجال المقاومة، فقد ظهر أنه كان بفعل طائرة لأباتشي إسرائيلية يبدو أن قائدها كانت تحت تأثير الصدمة فاختلط عليه الأمر وقصفهم. واختتم داود مقاله بالقول إن ما جرى ويجري في غزة سيغير خريطة المنطقة، وفيما يتساءلون عن مستقبل غزة بعد الحرب عليهم أن يتساءلوا عن مستقبل الكيان الإسرائيلي الذي قفز قفزة كبيرة نحو الزوال. قال الدكتور جمال نصار في مقال نشرته صحيفة الشرق القطرية إن القوات الإسرائيلية حاصرت مجمع مستشفى الشفاء الطبي كأنها تحاصر ثكنة عسكرية بعد أن قذفته بالصواريخ المدمرة. وبيّن نصار أن الكيان الصهيوني أوهم العالم بأن اقتحام مستشفى الشفاء سيقضي على قادة المقاومة وسيتم تحرير الرهائن، وعرضوا على الرأي العام العالمي الكذيب بأنهم حصلوا على معدات عسكرية وأسلحة وجهاز كمبيوتر، ثم بعد ذلك حذفوا بعض المقاطع التي تكشف زيفهم. وأشار نصار إلى أن هذا الحديث الكاذب والمفبرك الذي اعتاده هذا الاحتلال المجرم لم يكن حديث اللحظة، بل هو دينهم منذ أن احتلوا أرض فلسطين. وقال نصار إن كل هذه الجرائم التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني لن تحقق لهم بغيتهم ولن يهنأوا بالعيش، وعليهم أن يعلموا أن القضية الفلسطينية قضية شعب يبحث عن حقه المشروع في تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني والقضاء على الفصل العنصري وإقامة دولته المستقلة. وأوضح نصار في نهاية مقاله أنه من الغريب مع كل هذه الجرائم البشعة التي تصل إلى جرائم حرب
بحسب القانون الدولي لا نجد تحركا مناسبا على المستوى الرسمي وخصوصا من العالم العربي الذي من المفترض أن يكون الحاضنة الطبيعية لغزة لأنها تقوم بما يجب عليهم جميعا. وأقول بكل صراحة إذا سقطت غزة لا قدر الله فلن يكتفي العدو الصهيوني بذلك، بل لديه الخطط لتحقيق آماله من النيل إلى الفرات. فهل نعي الدرس أم سنظل على هامش الأحداث والتاريخ؟ وفي ختام الصوت الرابعة أترككم مع هذا الكريكاتير، إلى اللقاء.